حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم. حلقه اليوم جديده من برنامج صغار ستار، راح نتكلم في موضوع ما شاء الله يعني كثير. احنا يمكن قبل الحلقه تكلمنا، قلنا لو صار يعني في يدكم انه انتم تتمنون شيء، قالوا والله الناس او اللي موجودين معانا البنات والاولاد قالوا احنا نبغى يصير عندنا فلوس كثيره ويصير عندنا يعني مسبح وتقول عندي قصر وكذا. اليوم راح نتكلم ان شاء الله احنا وياكم في حلقتنا اليوم عن الفلوس. عن ايش؟ فلوس. لا لا، حنتكلم اليوم في حلقتنا عن المال، مفتاح السعادة. لكن احنا قبل ما نتكلم عن موضوع حلقتنا ناخذ منكم مشاركاتكم على هاشتاج صغار ستار في تويتر. اللي حاب يشاركنا يدخل معانا في هاشتاج صغار ستار ويشارك معانا. دائما احنا نتعود او تعودنا نتعرف على الموجودين معانا في اولى حلقاتنا. اليوم جايين الناس من الخارج ما شاء الله، بنوتات وعسلات من الخارج خصيصا للمشاركة معنا في برنامج صغار ستار. هم فريق ما شاء الله متميزين راح يشاركون معنا اليوم في صغار ستار. خلونا نتعرف على أول واحدة معنا اليوم، تفضلي. لطيفة. يا مرحبا. لبان. شو اسمك؟ لبان. والله لبان. 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 إيمان. إيمان يا مرحبا والله. خولة. خولة. حصة. حصة. دانا. شو اسمك؟ دانا. يا مرحبا والله. ميراد. رفيف الشيلي، يا مرحبا والله اختي فهد الشيلي. حياكم الله. اول شيء يقول منورينا في الاستديو. شو اسمك؟ كستوره. رند. رند. اختك رفيف صح؟ ايه. اختك هذه اختك ما شاء الله. كبرت اختك رفيف ما شاء الله. ايوه ما شاء الله صارت كبيره. كبرت بسرعه. كبرت رفيف بسرعه. حتى زلمة طاحت قبلي. ايه كنك انت ما شاء الله بالاحمر كنك علبة شطة. لا كشف. لا سفعت. طيب يلا. بسكينة يعني. طيب يلا سريع. راح اتكلم اليوم عن ايش؟ عن المال. مفتاح السعادة. طيب اليوم انتم شو مجهزين الحلقة؟ انا ما راح اتكلم اليوم لانه الحلقة لكم انتم. ايش مجهزين اليوم في موضوع حلقتنا؟ تفضل يا رجل يلا. اسئلة. مو عندك؟ تفضل يلا. لا لا ابدا من كذا. يلا تفضلي نبدا عند لطيفه. اسئله. طيب اسئله اليوم احنا مش جاهزين لموضوع حلقتنا. انت جاهزه شيء ولا اسالك؟ يعني كثير يقولون ان الفلوس او المال مفتاح السعاده، هل الفلوس صدق مفتاح السعاده؟ يلا قول عبري. ما اقدر. لا من يعرف اليوم عن موضوع حلقتنا يقول يلا يا نور. خوله. تفضل يا خوله يلا. المال مو كل شيء، صح المال هو مفتاح السعاده. إيه؟ بس يعني المال هو ما اشترى لك صحتك، يعني ما نصرف المال على اشياء ما هي بحلوه احنا محتاجينها. مثلا لو جاء احد يسالك يعني يا تختار مال ويكون فيك مرض او تختار عيشه متوسطه بس تكون فيها انت صحي، يعني إيه؟ أكيد راح أختار الصحية. المال هذا كنت بقوله. لا أي بعدين؟ أنا كنت بقوله بعد. إيه؟ أنا أول. والمال صحنها حلوة بس مو مرة. بس إنه طبعًا أكيد يعني صار معك فلوس تروحين أكثر مستشفى وأحسن مستشفى. إيه صح، الناس يحبون الفلوس عشان يصيرون أشياء حلوة. إيه؟ بس بعدين مثلًا ترجعين البيت حبة لعبتي فيها مثلًا يوم يومين خلاص طفشتي منها، يعني ما راح تستفيدين شيء منها. الله عليك حلو. وأنت يا رند يلا. قولي نبغى مشاركات اهل الخارج. المال يلا. المال مفتاح السعاده لكن بشرط. إيه؟ لازم هذا الشرط لازم يكون. وش هو؟ اولا ان تكون صحتنا موجوده و بعافيه. لا يعني راحه البال قصدك. لا وش يعني؟ طيب نروح الميراث. ايوه خلاص. ايه شفتي لما نقول راح الميراث. يعني ناخذ شيء يسعد الله. ما شاء الله. نروح الميراث ونرجع لك؟ بس خلصت. يلا يا ميراث تفضلي. المال. ايه. المال مو مفتاح السعادة. حلو. المال ايش؟ اجل وش المال وش؟ المال مو مفتاح السعادة. اجل. قصدي المال مو مفتاح السعادة تخبط. المال مو مفتاح المال مو مفتاح السعادة. ايش؟ يلا كلهم اليوم فيها فلوس الدعوة ما يبون هم يتكلمون عن
شيء فيه فلوس، هم يحبون فلوس بس ما يبون ينتقدون فلوس. مين رأيك أكثر واحد تحب فلوس؟ أنا فلوس قليلة في البيت. ها؟ كل مرة هم يجون ياخذون مني. يسرقون منك ولا ياخذون منك؟ أنا بذبح يعني. طيب يلا يا لطيفة، جهزتي موضوع؟ أنا طيب أنا. يلا قولي ميرا. أنا المال هو مفتاح السعادة. هو مفتاح السعادة، طيب ليش مفتاح السعادة؟ يعني مثلا الريال فيه مفتاح مثلا؟ إذا والله تبين تصيرين سعيدة تقولون لا والله باخذ ريال عشان افتح الشيء اللي حق السعادة. أجل المال هو مفتاح السعادة، خليني أكمل. يلا قولي. المال هو مفتاح السعادة. غششني. غششك؟ الحين تقول نسكت بعدين تقول غششني، مش ما عرفتك أنت. نزيد إيش تختارين، الفلوس ولا الصحة؟ الصحة. ليش؟ هي الصحة هي هي أنا سألتها هي وتجاوبت. الصحة هي. ليش طيب؟ تحبين فلوس يا ميران انتي؟ لا يا اختي نصا. حرام عليك. ليش؟ ها؟ النشط حق الشعر المكياج. طيب تشوفون الناس اللي عندهم فلوس كثيرين، يعني خليني بسألكم. الملابس الناس ايه الناس اللي عندهم كثير فلوس تحسونهم كذا غنيين ومبسوطين؟ لا تحسوني. يلا يلا خلاص ما حد يعرفني كذا احسنهم مو مستانسين، لان في بعضهم يعني يكون ما عندهم عيال او مريض. بس على فكره يعني اللي عندهم فلوس ومبسوطين يروح يسافر، عنده طياره يركب الطياره يروح يجي. مثلا يكون مثلا يكون في عيشه متوسطه، عنده ابناء عنده زوجه، يعني مو بهمك الفلوس بس. حلو هذا. انا اصلا ماما كل ما يسافر تعطيني فلوس. طيب الحين رفيف كم صار الحين عندها فلوس؟ مجمع فلوس. صار فوق 200 وانا خلصت فلوسي. كل ما اجي اشتري يطلع حجم ب 50,000، اعرف والله. بس عادي يعني احيانا ماما هي تعطيني انا اكثر وحده الفلوس، انا تعطيني اذا رحنا مثلا معارض زي كذا. حلو. طيب انتم اللي هنا ثنتين خواتي. بس ماما قالت لنا دانا وخصة تتصدقون فيها. صح ممتاز، لازم نصدق فيها. وانت يا دانا ويا انا بقول شيء دانا وخصة. دخلت دانا وخصة. ها ايش عندكم اليوم على موضوع حلقتنا؟ في فلوس شيء ولا ايش؟ فلوس. تحبون فلوس؟ لا. انت دانا وخصة تعالي 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 ايه بيك تعالي تعالي يا حبيبي، شكلك تحبين فلوس انت صح؟ تحبين فلوس؟ ها تعالي انت جنبي هنا شوف شلون الفلوس اللي معك. معك فلوس بخباتك؟ ما معك فلوس؟ لو معك فلوس وش بتسوين؟ ها؟ تخيل كذا معك فلوس كثيرة وش بتسوي؟ تعطينا منها؟ ها؟ تعطينا؟ وش تسوين فينا يعني؟ تسوي لنا برنامج كذا تخشين معنا سبونسر؟ ها؟ تشرهينا؟ صراحة يعني احنا نحتاج والله، يعني نحتاج فلوس. نحتاج تعطينا فلوس إذا صار معك فلوس؟ كم تعطينا طيب؟ 10 ريال؟ أفا بس في جديدة في قديمة، أي تعطينا 10 جديدة ولا 10 قديمة؟ جديدة. يا سلام يلا تعالي بس العافية. احنا جانا ريال جديد. جاك ريال جديد؟ إيه استغربت حسبت إن هذا ريال ماني بولس. طيب اليوم احنا معانا فرقة من فرقة الخرج ما شاء الله، ايش فرقتكم لمسات صح؟ مسات. ها مسات؟ مسات. مسات معليش أنا يعني تعرفون من كثر ما اي يعني من كثر تعرفون ميران تصدع في المخ فسواليفة ما شاء الله تخليني انسى كل شيء. يستر يوم جت جيري هذه صارت تو ذيك جيري. طيب خلينا نشوف اليوم الفرقه اللي معانا مسات. لا ذيك كيف فرقتكم؟ وين تقدمون انتم ما شاء الله؟ ما ادري يعني مين مشرف عليكم؟ اشوف واحده مشرفه معاكم. مين هذه؟ مشرفه. اي هذه مشرفه. مشرفه الفريق مين هي؟ اماني. ها؟ اماني. اماني؟ لا شو اسمه؟ أماني. أستاذة أماني يعني قصدك. إيوه. حلو شو تسوون بالفرقة أنتم؟ ما أدري كذا نرقص نطلع حفلات. إيه حلو. إيه. كلكم فرقة واحدة أنتم الثلاثة؟ إيه. وينكم؟ ارفعوا يديكم. ما شاء الله كلكم فرقة واحدة. حتى ابن صغير. بس كلكم من الخارج صح؟ مو معانا. أدري. معاكم؟ لا. وأنت شو تسوين أنت بالفرقة؟ شو تسوين أنت بالفرقة؟ نرقص يعني نلعب إذا خلصنا. إيش شعورك لما تكوني مثلا تشاركي في مهرجانات وكذا؟ شعور يعني فرحانة مبسوطة؟
جيناكم مره من المرات وصورناكم وانتم تستعرضون. طيب اليوم جاهزين لنا شاي بتسوونه؟ ايوه. وش هو؟ خلينا نسمع اناشيد من عندكم، ايش رايكم؟ يلا سمعي. كل شوق انا. ايه انت تقول صوتك حلو. انت صوتك حلو وانت شاعره صح؟ وانت مهندسه الصوت. صح ولا لا؟ يلا سمعيني انت شو دام عندك. يلا لطوف. لطوف؟ يلا يا لطيفه. لطوف. انت دائما لطيف يقول لك انت في البيت انت وفي معهم اذا سمعتهم في التدريبات انت دائما تطربينهم. سمعيني يلا. انا اطلبهم؟ تطربينهم تطربينهم. لا مو كثير يعني بعض الاحيان. تطبلين وتغنين لهم ترقصين شوي ها؟ اي شغلوني بس ما أه؟ لازم اغني مع يعني اللي انشده. يا سمعيني عادي ايش قولي اذا قلنا هلا يعني. يلا قولي. إذا قلنا هلا يعني يقول الورد والكادي هلا يا قلبي وعمري هلا والحب يزدادي. إذا قلنا هلا يعني شرلرا 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 للل تشرفنا بكم والله وصار اليوم بأحلى وفرحنا والفرح كله يقول انت نعم اغلى تشرفنا بكم والله وصار اليوم باحلى فرحنا والفرح كله يقول انت نعم اغلى يقول انت نعم اغلى. يعطيك العافيه شكرا لك. كنت ناصه ما بقولها كامله. صوتك حلو ما شاء الله يعني المفروض تسوي لنا شيء للفرقه. تسوين لهم نشيد؟ لا. طيب وانت يا عسل يلا سمعينا اليوم انتم جايين من الخارج ليش معكم؟ يلا تفضلي قولي. وش؟ انشوده من عندك شيء حابه تقولينها؟ يلا. وانت اللي هنا دانا حصه؟ شو اسمك انت قلتي لي؟ كلها ها؟ ايمان ما شاء الله انت وش معك هذا طير ولا وش هذا؟ شنطه. ها؟ شنطه. طيب يلا قولي انشوده يلا صوت عالي. افا ما عندكم شو دائما عندكم شيء؟ طيب وش المشاركات اللي حبيتوها كثير لما رحتوا شاركتوا بالفرقه انتم؟ يوم حفل جمولي. ها؟ يوم حفل جمولي. اه يوم الحفل ايش سويتوا هناك؟ ما ادري رقصنا يوم تحدي الفرق. طيب نبغى نسمع لهم شيء يا جماعه لو في مجهزين حاجه اي شيء عندكم جاهز في الكنترول نبغى نشوف ايش سووا اليوم. ما كرتون. طيب يا ميرال اليوم انت تقولين انا والله ما احب الفلوس صح؟ وما شاء الله كل يوم جايبت لنا لبس جديد وحركات جديده من وين هذه يعني؟ من ماما. ما شاء الله انا ايش اشتغل في السالفه؟ شلون؟ اه انت روح تشتري لي. حلو. انا نايمه في البيت والله ما ادري عن شيء. ما تدري عن شيء؟ اي والله ما ادري عن شيء كذا بس نايمه. انا مرتاحه. ماما عرفي. ايه. انا اجي احوس الغرفه بعدين هم انا انام وانا تارك الغرفه محوسه بعدين هم بعدين هم ورفيف يدورهم يدورون الملابس وانا نايمه ما شاء الله واسمع الازعاج. طيب وش مفاتيح الرضا؟ تعرفون مفاتيح الرضا انتم؟ وش هي؟ واحد عشان يكون راضي ومبسوط يعني في ناس عايشين اوكي؟ يقول يلا يعني. مفتاح الرضا نكون عنده ابناء واحفاد ويكون عنده عائله مثلا متوسطه ايوه يكون عايش حياته يعني. طيب حلو احنا اليوم نقول عن ايش المال هو اللي او موضوع حلقتنا عن المال مفتاح السعاده صح؟ بس في ناس عندهم فلوس كثيره عنده فلوس كثيره وتلقونه ما شاء الله يلعب بالفلوس ومتاجر وغني يعني ويشتري اشياء وما يستفيد من الاشياء بس ما تلقونه من داخله مبسوط وفي ناس بسيطين لا ويشترون يشترون كمان إيه؟ يشترون كذا يستاجرون شيء كبير لا يشوفون من شكله خلاص عجبهم اشترونه على طول ما يلبسونه يحطونه في الدولاب ليش تحطونه لازم تلبسونه وشلون شلون تقولي له هذه رساله من ميرا اسمع ايش تقول لكم بعض الاحيان الناس يروحون السوق يشوفون الاشياء هذه عجبتهم يروحون يشترونها ثم لما يرجعوا البيت تحطونها في دولابهم ما يستفيدون شيء منها يعني ايش تقول لهم طيب؟ اقول لهم ما تسوون كذا، اذا انتم بديتوا شيء وانتم تبغونه يعني تروحون البيت تلبسونه. يا سلام. يعني مو تتركونه هناك تروحون فلوسكم عن لا الناس يروحون للسوق يتشوقون يشترون
فوق المئة حاجة ومدري إيش لما يرجعون البيت. إيه زي بعض الناس يعني بعض الناس يروحون يشترون من تحت السوق اللي تحت عندنا في القناة يشترون حلويات شوكولاتات وبعد الحلقة يأكلون ويذبذبون كذا هذه مشكلة. وبعدين هذه مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة ليه؟ يعني ما تاكل أبدا. فاصل نرجع لكم بعد الفاصل. حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم فقره الاستضافات راح يكون معنا ان شاء الله الدكتور ابراهيم الحسن استشاري تغذيه بجامعه الملك سعود. راح نتكلم احنا وياه عن اخطار واضرار الشوكولاته السائله اللي طبعا كثير من الابناء الحين والبنات يستخدمونها في اكلاتهم في تصليح بعض طبخاتهم. راح نشوف احنا وياكم اليوم عن هالموضوع راح نتكلم عنه والاضرار الكثيره اللي قاعده تصير من خلال الشوكولاته السائله مع الدكتور ابراهيم. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا حياك الله وحيا الله الاخوه المشاهدين. تشرفنا فيك طال عمرك اليوم. وفي يعني خلينا نتكلم عن شيء مهم كثير انه لازم نوعي الاطفال فيه ونوعي الصغار انه هم الان قاعدين يستخدمون الشوكولاته السائله بشكل كبير. دكتور في اضرار كثير قاعد تصير من خلال اليوم تناولهم فيها الشوكولاته. تفضل يا دكتور. اولا انا ابراهيم ابا الحسن. ابا الحسن. اي معلش. فهو لا شك ان الكريمه السائله او يسمونها كريمه الشوكولاته او كريمه البندق اللي هي الشوكولاته السائله هذه في الاساس هي جت من الشوكولاته يعني هي جت من الكاكاو ولكن اضيف عليها كميه كبيره من الدهن. يعني كمية كبيرة من الزيوت المهدرجة أو يعني ما نبغى ودنا نعقد يعني زيوت المعاملة على أساس تصير سائلة. أيوة. يعني خل أضرب مثال بيصير أوضح للأطفال زي الجبن والجبن السائل. أيوة. شفت الآن الجبن البيضة أو الفيتا أو مثلا التشيدر الجبن هذه لما يضاف عليها دهون كمية كبيرة من الزيوت تتحول إلى الشكل سائل. فالشوكولاته السائله هي من الاساس هي جت من الشوكولاته الالواح وبعدين تم اضافه كثير من المكونات من ضمنها السكر والدهون وبعدين صارت على صوره سائله. جميل. الان انت سؤالك اللي هو اضرار في اضرار كثيره. إيه؟ احنا اليوم لما نتكلم عن الاطفال بشكل عام صاروا يستخدمونها يا دكتور في خلنا نتكلم في جميع طبخاتهم. صارت مثلا تاكل الشوكولاته السائله مع خدود البنات، تاكل الشوكولاته السائله مع ما ادري يسمونه بالصاج. فاحنا ودنا اليوم نعرف اضراره. نعم. اضرارها عشان هم يكون عندهم وعي يعني كثير. هو الحقيقه اللي يعني الان ان لاحظنا ان استخدام الشوكولاته السائله اصبح يعني منتشر بشكل كبير. طبعا لسهوله اعدادها ولطعم الشوكولاته. صح. استخدام الشوكولاته كنكهه او استخدامها يعني اضافه ما فيها اشكاليه، لكن الاشكاليه استخدامها كشوكولاته السائله. ممتاز. كثير من الاطفال يستخدمها بشكل اول شيء متكرر. هذه من الاشكالات اللي المفروض الاطفال يتجنبونها، يعني ممكن تلقاه يتناولها في الافطار، ممكن يتناولها ايضا بالليل، تناولها في السناكات. فيفترض ان اللي بيستخدمها ما يستخدمها باستمرار. الشيء الاخر ان اذا 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 بتستخدم ما تستخدم كميه كبيره. ممتاز. من الشوكولاته السائله البعض يتناولها يعني يصل الامر انه يتناولها بالملعقه، يعني يصير ياخذ الشوكولاته يتناولها بالملعقه. ممتاز. او يستخدمها كحشوه. تلاحظ مثلا يعد ساندويتش، يعد فطيرة، يعد بالشوكولاتة السائلة. صح. هي لا شك انها هي مغرية، لكن يفترض انه ما يصير فيه اندفاع وتناول كمية كبيرة منها. من اشكالات الشوكولاتة السائلة تسوس الاسنان. ايوه اسمعوا يا هذا شيء مهم كثير. اسمع الدكتور.
يعني اغلب اغلب تسوس الاسنان، اغلب الاصابات اللي في تسوس الاسنان جايه من الحلويات ومن الشوكولاته. فاحنا ما نقول ما تستخدمونها، يعني يا سلام عليك، يعني ما يصير يستخدمها الانسان يستخدمها باستمرار، لكن يستخدمها يعني بدون افراز. دكتور الشيء الاخر بعد ما يستخدمها المفروض ايش يسوي؟ يسوي تنظيف الأسنان. عندنا مرار قبل ما تدخل الحلقة طال عمرك دكتور، دخلت مكتب مدير العام وخذت معها 10 حلويات شوكولاتة من الحلقة، احنا نصور من الحلقة كل شيء تاكل طال عمرك، أكثر واحدة تاكل شوكولاتة، يعني ودنا احنا لازم ننبهها كمان. أنا ما عندي شوكولاتة، أنا ولا أسس. هاي دكتور إيش رأيك دكتور؟ صحيح هذا؟ إيه صحيح. لا يا منى، ما كنت ترى حتى خولة دكتور؟ هي يمكنها تفضل. كما عندك تسوس اسنان خيجي بعدين، يعني هو يمكنها بتاخذها بتهديها، يمكنها بتهديها لخواتها او انا ما كل الا واحده. لا لا جالد يا جالد كذا كويس. في فيديو مصورينه. لا انا ما احط شنطه ماما، ماما تطلعها لاخواتي لما يشربون القهوه. ايوه هذا الصح. الله عليك. يعني الشوكولاته ممكن واحد يستخدمها كهديه يعطيها كذا، لكن تناولها بشكل مستمر، انا لاحظت بعض الاطفال ياخذ يعني ياخذها بشكل مستمر. يمكن ذكرت انها تتناولها مع القهوه. طيب انتم ليش ما تاخذون التمر؟ صح، ليش ما تتناولون التمر مع القهوه؟ يعني حتى طعم التمر زين يعني. ها ممكن اليوم. طيب دكتور يعني في 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 يعني ممكن انه يعني بعض الاحيان نسمع انه الشوكولاته يجيب يرفع هرمون السعاده، هل هذا صحيح دكتور؟ يعني يقولون بعض الاحيان يا اخي حل ترى يرفع هرمون السعاده، فلما يقولون هذا الشيء ما ادري هل هو علميا او طبيا صحيح او وش رايك انت؟ انا ما ادري والله، بس احنا طال عمرك جربت انت يا انا ما ادري يعني ولا سعيد وبس بدون الحقيقة هذا لها سب. نعم إيه؟ هذا لها اسمع يا رد، هذا لها يعني جزء من الحقيقة، هو يعني جزء كبير من الحقيقة. الحقيقة هم يعني في دراسة يابانية سووا دراسة على 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 كثير من مو بس الأطفال حتى الكبار. حلو. لاحظوا انه 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 عند الاكتئاب حلو يعني المصابين بالاكتئاب يتناولون كمية شوكولاتة أكثر. أيوة. وبالفعل يعني بالفعل لها أثر، لها يرفع هرمون السعادة. نعم. أيوة. لها 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 أثر. هي من ضمن مكونات الكاكاو يعني. أيوة أيوة. فيه الفلافونيدات. وهذه كانت يعني شك عند الـ عند الـ عند الـ يعني كانت اشبه بالنظريه، لكن لما سووا مسح اتضح انها ترفع هرمون السعاده حقيقيه. ايوه يعني صارت واضحه يعني ونتيجتها واضحه انه اللي بيتناول الشوكولاته يتغير المود حقه وحالات الاكتئاب، وهذه صارت الان معروفه يعني انه يخرج من هذا بيتناول طيب دكتور يعني احنا اليوم نقول مثلا الشوكولاته الزائد السائله فيها اضرار كثيره، يعني واكثر ممكن الشوكولاته اللي قاعده تباع مثلا في الاسواق او المحلات التجاريه للاطفال يجونك والله يحطون لك كميه سكر كميه حلاوه، ليش ما يكون مثلا فيه مثل خلينا نقول انه في توجيه او في مثلا منع بعدم يعني بيع هذه الاشياء اللي تخص اللي هي تضر الاطفال بشكل كبير يعني؟ والله المنع ماتي يعني ترى الشوكولاته الاساسيه ايوه ما عليها مشكله، بل هي لها فوائد. ايوه يعني الشوكولاته كشوكولاته يعني فيها فوائد. ايضا بعض مكونات الشوكولاته السائله زي البندق، البندق من المكسرات يعني هو يخلط البندق مع الكاكاو مع السكر مع الزيوت المهدرجه، ثم يضاف لها الحليب بودرة الحليب المنزوع الدسم والصويا. أيوة. وتعطي في الأخير شكل الشوكولاتة السائلة.
لكن بالأساس الشوكولاتة الأساسية ما فيها ترى حلو ما فيها الإشكالية في الـ في الـ في الـ الإضافات. جميل. طيب الحليب، الحليب الشوكولاتة، هذا الحليب اللي يباع الشوكولاتة الحليب، نعم في حليب شوكولاتة في شركات معينة أو إيه حليب شوكولاتة هذا في مضرة يا دكتور ولا أبدا ما في؟ هو شف كنكهة يعني إيه؟ كنكهة إيه؟ ما في إشكالية يعني لما تشرب حليب بالشوكولاتة، حليب بالفانيليا، حليب بنكهة الموز. أيوة بس هو كنكهة الشوكولاتة. إيه الشوكولاتة وبعدين ما يمثل نسبة كبيرة. طيب بل أنا أنصح يعني على أساس أنك تساعد الطفل على أنه يستهلك كمية من الحليب، يعني ممكنه ما يستسيغ الحليب فقط، يعني كذا حليب سادة ممكن ما يستسيغه، فإن نوصي أنه يأخذ بالنكهات ومن ضمنها نكهة الشوكولاتة. الشوكولاتة محببة صح. عند الأطفال ترى، فإن نوصي أنهم يأخذونها بنكهة الشوكولاتة على أساس يقبل عليه الطفل، يعني يتناول الطفل. الله يعطيك العافية دكتور. طيب كلمة أخيرة توجهها لجميع المشاهدين يتابعون اليوم، أولياء الأمور وأمهات البنات وأباء البنات اللي يتابعون اليوم في صغار ستار، كلمة توجه لهم يا دكتور بمناسبة يعني موضوع حلقتنا اليوم وموضوعنا اللي نتكلم عن أضرار الشوكولاتة السائلة. اي نعم، الحقيقة دائما اللوم، يعني أن دائما اللوم الأهالي. أيوة. لأن ترى الطفل يعني يبي يمشي على رغبته، يبي يمشي على الشيء اللي يفضله، يجب أن يكون الكنترول من الـ 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 الأهل، من الأهالي. ترى في إشكالية أنا ممكن يعني ما أشرت لها في اللقاء، من إشكالية الشوكولاتة اللي الشوكولاتة السائلة أنها تسبب خلل في الهرمونات الجنسية، وهذه ترى يعني إذا داوم الشباب المراهقين عليها ممكن تسبب خلل، اللي هو الفيتوأستروجين. أيوة. هرمون الأستروجين هو هرمون أنثوي. ممتاز. وهو موجود في فول الصويا، وهو أحد مكونات الشوكولاتة السائلة. ممتاز. فكان فيه مسح بحثي في أمريكا، اتضح من خلال المسح هذا إنه اللي يتناول شوكولاتة بكمية كبيرة تأخرت عندهم العلامات الذكرية، اللي هو مثل اللحية، مثل الصوت الجهوري، وصار عندهم زيادة في السمنة وفي البدانة وفي الوزن. إيه. فأنا أنصح الحقيقة الآباء والأمهات بأنهم يعني ما أول شيء ما توضع في متناول، يعني يكون في كنترول، ما توضع في متناول الأطفال. الشيء الآخر أنه يعني يشجعونهم أنهم يأخذون البدائل، مثل الفواكه والبدائل اللي تشوفون انها صحيه افضل من اللي يعني الاندفاع في تناول الشوكولاته السائله. نعم. يعطيك العافيه دكتور، شكرا لك، وان شاء الله يكونون اللي يتابعونا اليوم استفادوا من توجيهاتك دكتور. يعطيك العافيه وانتبهتوا كلام الدكتور، ما تكثروا من الحلاوه. شكرا. كان معنا الدكتور ابراهيم ابا الحسن، يعطيه العافيه، استشاري التغذيه بجامعه الملك سعود. فاصل ونكمل وياكم. فقرة أخبار صغار ستار، احنا دائما في أخبار صغار نقول خبر وهم يعلقون على الخبر. اليوم عندنا أخبار، الخبر اللي حنقوله أنتم تعلقون عليه، زين؟ جاهزين معانا؟ طيب، يقولك أثبتت دراسة حديثة أن ركوب الخيل يعالج الكثير من اضطرابات الأطفال ويطور لديهم شخصيتهم وثقتهم الاجتماعية. يعني ثقتهم الاجتماعية قصدهم أنه يعني يكون دائما واثقين من أنفسهم ويطور من مهاراتهم الشخصية. إيش رأيك هذا خبر؟ إيش؟ يعني ركوب الخيل، يعني يقول لكم ركوب الخيل يسوي لكم فوائد كثيرة، من ضمن الفوائد إذا تصيرين فارسة تصير عندك ثقافة، يصير عندك رياضة. تفضل. حلو. لا أنا ترى من النوع اللي ما أحب أصلا الأحصنة، يعني حلو بعض الأحيان كل ما أجي أركبها يعني مرة كانوا هم يقنعوني عشان أصور مع البنات اركبي. ايه اقول لا ما ابغى خلوني اوقف عند الحصان. اول ما يسوي حتى انك تتحرك. وانت يا خو؟ لا الخبر غير جيد. غير جيد. وانت؟ عشان اتعلى. جيد. غير جيد. في تعليق عندك في الخبر؟ ما احب الخيل. لماذا غير جيد؟ لانه قال انه يرفز.
يرفس لا بس ايوه لا بس انا قلت بس لحظه بس الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ ايش قال؟ علموا ابنائكم السباحه وركوب الخيل ما قال كذا والرمايه الا بالقران ما قال كذا لا الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ ايوه صح قال علموا ابنائكم سباحه وركوب والرمايه وركوب الخيل ايش معناها الرمايه؟ الرماية بعدين علمك اياها بس خلينا على على ركوب الخيل حنا قل لي ها صح ولا الرماية يعني ما تعرف الرماية؟ مسدس يعني تذبح العصافير لا ما تذبح العصافير تعرفون الرماية يعني بس الرماية مو لك انا اقصد انه ركوب الخيل شيء جميل وله رياضة لا لان احنا نخاف يعني ايه يعني يعلمه كيف يستخدم مسدس ايوه يا سلام طب قل كذا وانت يا حبيبي في امس ايش رايك في الخبر؟ طيب انت ايش رايك في الخبر؟ ما جيد افا وانت جيد ولا؟ انت تبغى تقول شيء وانت يا رقيبة؟ جيد انا جيد انت تبغى تقول شيء طيب خلنا اقول لكم الخبر الثاني هي تبغى تقول شيء يقول لكم دراسة تحذر الاطفال تبغى تقول شيء ايش بتقولين؟ قالت لي حلو حلو الخبر؟ حلو؟ ما شاء الله طيب يقول لك الدراسه تحذر الاطفال الذين لا ياكلون الخضروات والفواكه اكثر عرضه للاصابه بامراض الربو يعني اذا ما تاكلون فواكه عفوا اذا ما تاكلون خضار وفواكه راح يصير عندكم ربو شكل ليمونه انا اصلا انا احب الفواكه انا اكثر واحده في البيت احب ايش رايك في الخبر يا خولة حلو واحب الفواكه حلو كمان وانت يا عسل انا احب الخضار حلو حلو وانت حلو وانت حلو يعطيكم العافيه طيب دراسة أنا ما أدري هل هي دراسة صحيحة أو دراسة مش ما أدري يعني حد الآن يعني في دراسة يقولون يكذبون كثير لكن بنشوف الخبر الثاني يقولك دراسة تقول أن الأطفال لا يتذكرون سوى الذكريات السعيدة يعني أنتم ما تتذكرون لبس الذكريات السعيدة الذكريات اللي مو سعيدة ما تتذكرونها صحيح هذا لا لا أنا أنا أذكر ما أذكر الذكريات السعيدة أنا تعيسة أنت تذكر العكس تعيسة الحزينة ها الحزينة يعني لا ها. أصلا حنا أنا دائما أنظر يعني مو أنظر في المدرسة يعني أحيانا تنجل دائما أمك يعني لا لا ترنك أمك الرن لا رن ولا رن إيه وأنت يا خولة إيش أحب أنا أقول أشياء سعيدة الأشياء أنا قلت أشياء الحزينة خاف اللي معي لأن قاعد أقول لهم أشياء الحزين خاف يحزنون بس وانت يا حبيبتي يلا فحلو حلو ايش رايكم بالخبر حلو؟ ايه طيب انا اقول كمان حلو امزح انا لسه ما شيء يعني تقولون اشياء سعيده انتم؟ ايه انا اشياء سعيده انا ما ادور اشياء سعيده انا ما اتذكر الاشياء السعيده ما شاء الله احيانا ان شاء الله كلكم تكون حياتكم سعيده يعني وقلتوا شاي قبل شوي وين حق القصيم؟ خارجي 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 من خارجي صح؟ وين من القصيم؟ قالوا شيء تقول لكم اروق قالوا شيء بينهم حقين انه خارجي قصدي ايش قلتوا؟ الناس حلو قالوا شيء اروق طيب يعطيكم العافيه شكرا لكم فاصل ونكمل وياكم وزين منا ما خلا اليوم فقرة جديدة هي اسمها حكاية صغار ستار طبعا مين بيقدمها أنا أم حديجات يلا نشوف كان في قديم الزمان كان في بنت مرة جميلة وهي مرة حلوة واسمها سندريلا سندريلا هذه حلوة لكنها للأسف فاقدة يتيمة الأم وهي تعيش مع أبوها وزوجة أبوها الشريرة ودائما تفرق بينها وبين خواتها وتعامل سندريلا قساوة مرة تقول لها يلا يا سندريلا ناصي يلا يا سندريلا غسلي سندريلا يا حياتي تسمع كلامها بالحرف الواحد ويوم من الأيام أعلن الملك أنه راح يزوج الأمير واحدة من بنات
قرية وكلهم طبعا هذا الخبر مرة مفرح بالنسبة لهم، واللي تجهز لها فستان واللي تجهز لها مكياج واللي قاعد يعني مرة قاعد يعني يرتبون للوضع. وفي يوم الحفل طبعا كلهم استعدوا وراحوا للحفل، إلا يا حياتي سندريلا جلست في الدرج وقالت لمرت لخالتها: خالة ممكن أروح معاكم؟ قامت الخالة قالت: أنتي تروحين معي؟ ليه تروحين معي؟ روحي نقفي بس يلا. قالت طيب، وكلهم راحوا إلا سندريلا جالسة، وجدتها الفارة وجالسة تبكي طبعا، وجدتها الفارة جالسة تقول لها: سندريلا سندريلا ليش أنت تبكين؟ قالت: كلهم راحوا الحفل إلا أنا ما رحت الحفل. قالت: طيب ليه ما رحتي؟ قلت: ما عندي ملابس حلوة وملابسي وسخة من نظيفة. وراحت الفارة سوسو لأحلى محل، وجابت لها الفستان الجميل، وجابت لها الألماس التلقلق، وجابت لها هذاك الحذاء الذهبي، ولبستها سندريلا، وسندريلا طلعت طير العقل تخبط وطلع. وقالت لها الفارة سوسو، قالت لسندريلا إنه لما تجي الساعة 12 على طول ترجع البيت، علشان كل اللي لبسته راح يختفي وترجع سندريلا الأولى. وبعدين راحت الحفل سندريلا، وأول ما دخلت الكل التفت انتظارها: مين سندريلا؟ وين كانت؟ ومين هذه بنتها؟ وين أمها؟ وين أبوها؟ وين كانت عايشة؟ وبعدين جاء الملك يختار، الأمير يختار، ولما جاء يختار لفت انتباهه سندريلا ودقت للأسف الساعة 12 دن دن. سندريلا عرفت ان هذه الساعة 12 وكانت تركض 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 وطاح حذاءها الذهبي وكانت بتروح تجيبه، لكن الحراس كانوا مرة قريبين منها وركضت ركضت لين ما وصلت لبيتها. وطبعا ما هم ما عرفوا البيت حقها. بعدين لما جاء الصباح مرة ثانية أعلن الملك إنه راح يبحث عن هذه صاحبة الحذاء الذهبي، وطبعاً جرب فيهم كل البيوت ما قاس ولا واحدة منهم. ولما جاء وقت بيت سندريلا طق الباب طق طق طق، ولما قاست الأم وقاست البنات ما حد قدهم. جت سندريلا جاء دورها، ولما دخلت رجلها طلع أن الحذاء الذهبي مكان سندريلا وتزوجها الأمير وعاشت في سعادة وهناء. توتة خلصت الحتوتة، ولو عجبتكم القصة اكتبوا لي تعليقاتكم تحت. فقرة المسابقة وفريقين عندنا الحين كلهم بنات، وراح نشوف المسابقة كالتالي: عندنا مجموعة كور هنا، وعندنا هنا مجموعة سطر اثنين، نشوف وياكم من أكثر مجموعة تكون لي أو أكثر مجموعة يكون عندها مجموع الكور أكثر في السطر اللي موجود. احنا عندنا سطرين فاضيين وعندنا مجموعة من الكور هنا. نبدأ بسم الله لين يخلص السطر، كل واحدة واحدة بس. لحظة لين يقول 1 2 3. ركزوا مع التركيز، يلا مع التركيز. اللي بعدها يلا، اللي بعدها يلا يلا شوف اللي بعدها. شوي ولا واحدة فيكم. شوي تركيز، الله عليكم. يلا ها ونشوف لين يخلص السطل، يلا لين يخلص السطل نشوف من أكثر مجموعة عندها تركيز. لا ركزوا الله عليكم. يا سلام أهل الخارج اليوم ما شاء الله مركزين. يلا شوي نشوف شوي ركزوا بنات لحظة. تركيز لا يا رند وانت هنا. تركيز رند لا تركيز لحظة بس تركيز نشوف بسرعة. يلا خلصتوا؟ خلنا نشوفهم لين يخلصون. خلاص يلا ها نشوف وانت واقفين. يلا نشوف تركيز أكثر بس. يعطيكم العافية. هذا شوف هذول الفريق الأول جابوا لي كرة واحدة، وبنات الخارج ما شاء الله 1 2 3. تحية قوية لبنات الخارج، يعطيكم العافية. طيب تعالوا يا بنات، وصلنا احنا وياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من صغار ستار. نقولكم مع السلامة، خلوكم مع نشوة الختام مع البنات.